الدولة أو إن إحنا عشنا دور المعارضة. في نقطة بس لازم يفهمها الكل، إن يعني الحاجة الثانية التأهيل، وطبعا البركة في الشباب زي ما نقولوا. نعطي فرصة لأخوي سعد ممكن يجاوب على النقطة. تفضل. موجود لازم يكون فعال. هذا الملتقى كان الثاني بالحضور، الحمد لله يعني كان جيد جدا مقارنة بالحضور الأول، والإقبال كان ممتاز. طبعا يعني الحوار الأول كان ما فيش يعني خطة عمل أو كذا، كان عبارة عن دعوة يعني لتمكين الشباب من المشاركة في المجالات السياسية، ولم يكن لهم دور فعال في الدولة الليبية وفي الملتقى في يعني زي ما تقول الحوارات السياسية إن شاء الله القادمة في البلاد، ونحاولوا يعني بالدفع بهم يعني ويكون لهم دور. طبعا أنت تعرفي أن نسبة الشباب في الدولة الليبية حوالي 67%، وأغلب يعني سياسات العالم حاليا يعني تدور على الشباب وتحاول أن هم تدفع بهم بيكونوا يعني هم القادة في الدول متاعهم، وإحنا هذا نسعى به حاليا وندفع بالشباب باش يكون لهم دور في مستقبل ليبيا إن شاء الله، وفي في يعني سواء كان يعني في البرلمانات او في الحكومات او في وزارات السياديه او في وزارات الحكم المحليه او كذا، احنا نحاول ان شاء الله ندفع بالشباب وان شاء الله كل يوم دور ان شاء الله. ان شاء الله يكون يعني من شعار النزاهه والشفافيه. عدد ممكن من الشباب، والله نقول لا مؤسسه، اذا مؤسسه الهدف منه هو المشاركة في العملية السياسية القادمة، وكذلك المساهمة في حل النزاعات بمختلف توجهاتها سواء سياسية أو عسكرية، وكل المشاكل التي تحدث في ليبيا بصفة عامة. ليبيا حلها الشباب هي الجلوس على طاولة الحوار وتبادل وجهات النظر ووضع نقاط على الحروف. ليبيا حلها الشباب هي مشاركة الشاب الليبي في صنع القرارات. ليبيا حلها الشباب هي المساهمة في دعم توحيد مؤسسات الدولة. ليبيا حلها الشباب تعمل على نطاق واسع مع الجميع. جلسنا مع كافة أطراف الحوار الليبي، مع مجلس النواب، مع مجلس الدولة، وفي الأيام القادمة سوف نجلس مع أعضاء من المجلس الرئاسي، وكذلك خطبنا بعثة الأمم المتحدة والمتمثلة برئيسها السيد غسان سلامة. يريد فكرة الحراك المصريات اللي تواجه الشباب في ليبيا أو الصعوبات اللي تواجه الشباب في ليبيا. الالتفات إلى الشباب، هذه رسالتنا، الالتفات إلى الشباب، دعم الشباب، لأن الشباب هم وقود السلام وليس وقود الحرب. نحن نرحب بالجميع، جميع الأطراف مهما كانت توجهاتهم ومهما اختلفت، نحن مع الجميع وبالجميع. هذه هي مبادرتنا، هذه هي رسالتنا. التفتوا إلى الشباب، لأن نحن الشباب يعني بالشباب تبنى ليبيا. الذاتي وبعد العلم وبعد يجي العام الثاني والاساسي. محمد مرتضى من الشباب، انا حاولت اني ما نفصلش. اوكي نفوز، لكن في نفس الوقت ما يفرضش راي على الكل.